بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا رب فرج ما نحن فيه يا رب العالمين، يا رب وخلصنا من كل اعتصام في ميدان التحرير وفي النهضة وفي ربع العدوية وفيما لا نعلمه من ميادين في المستقبل. يا رب خلصنا من جميع الاعتصامات في كل الميادين بدون إراقة دماء يا رب العالمين، وأصلح ذات بيننا بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، وأعذنا من فتنة اليهود والدجال والشيطان الذي دخلوا البلاد فأفسدوا ما بين العباد. اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين برحمتك وفضلك وكرمك بأمة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وبمحبتك له صلى الله عليه وآله وسلم، وتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام، واهدنا إلى محاسن الأخلاق والأعمال ما حيينا، وتقبل ذلك منا بكرمك وفضلك يا رب العالمين، واحفظنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي أعمارنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا، وادخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها وزواره في الدارين أمين. تكلمنا بالأمس عن الحديث 73، وهو حديث إتلاف أموال الناس على سبيل القرض دون سداد. والحديث رواه الإمام البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم. قال البخاري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال البخاري: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. ووقفنا في شرح الشيخ على أنه متى يصح السلف عند الحاجة بشروط لكي يكون السلف جائز للمضطر، لابد أن تتوفر شروط، منها أن يكون عنده ذمة مالية يستطيع أن يؤدي ما اقترضه، يعني عنده أصول، عنده أملاك، عنده شيء من هذا، مال يأتي من أي جهة فيستطيع أن يسدد هذا، أو أنه يكون صريح مع المسلم فيقول له: ليس عندي مال أسدده، ولكن اعطيني سلف، فإن وسع الله علي أعطيك إياه، وإلا فسامحني فيه. يكون صريح حتى لا يغشه، فإن وافق فيبقى يصح مال المسلم لطيب نفسه. والشرط الثالث أنه يكون بيستلف من أجل ضرورة، ويكون من أهل الإيثار، من أجل ضرورة شرعية ويكون من أهل الإيثار، وفي هذه الحالة لا يحدث له فتنة إضاعة المال، وسوف يؤدي الله عنه، بس بشرط أن تكون هذه الضرورة ضرورة شرعية يؤيدها الشرع الشريف،
وأن يعلم في نفسه أنه عنده القدرة على الصبر على أنه يعطي هذا المال ويجتهد في سداده، وأنه لا يندم على أخذه. فأشار هنا على العلة الموجبة للجواز، فعلى هذا فالسلف على أربعة أنواع يعني. الثلاثة منها جائزة والرابع ممنوع بمتضمن هذا الحديث، وما قد ذكره العلماء كما أشرنا إليه أولا. فالأربعة الأوجه: أحدها أن يكون له ذمة تفي بدينه على كل حال، فهذا جائز باتفاق، ده أول نوع. والآخر أن يبين له حاله، وأنه إنما يقترض منه ويبين له أنه ليس له ذمة مقابلة دينه، وأنه في حكم المشيئة، إن فتح الله عليه الدواء إلا فلا يطالبه بشيء، فهذا جائز، لأنه ما فيش فيه نوع من الخديعة. وإن كان خالف فيه بعض الناس، وبعض الناس قال لك برضو الطريقة دي فيها نوع من الشحاثة المخفية، كأنك بتشحت. والمعلوم أن سؤال الناس يعني إذا فتحت لك باب مسألة للناس يفتح لك باب ذل، فالمسألة كأنها أكل ميتة، فما تلجأش لي. فهمت إزاي؟ يعني ما تروح حتى تستلف من واحد، اعرف كأنه زي اللي بياكل ميتة. فلما تيجي تعرض عليه كده وتقول له استنى معيش، سلفني وأنا معيش، ولو ما قدرتش أسدد سامحني، معنى شحتني، فتحت على نفسك باب مسألة. مش كده بعض العلماء قال لك بلاش النوع ده، فهمت؟ ابعد عنه. لكن الشيخ قال لك والله يجوز على وجه انك انت ما خدعتوش، فلو ادالك خلاص. عشان كده النوع الثاني ده في خلاف. وعشان كده قال: وان كان خالف فيه بعض الناس، يعني بعض العلماء يعني، والظاهر الجواز. والظاهر الجواز دي لانه ما فيهوش خديعه، وقد قدمنا العله في جوازه. والاخر ان تجتمع فيه تلك الاوصاف التي في ابي بكر والمهاجرين والانصار رضوان الله عليهم، وهي كثره السخاء والصبر. يكون عنده سخاء. سخاء يعني ايه؟ يعطي كده بلا مقابل ولا ينتظرش المقابل، دي السخاء. ويعطي المحتاج قبل ان يسال، دي السخاء، مش تنتظر يسالك، ده انت تديله من قبل ما يسال، ولو سالك تديله اكتر ما طلب، يبقى اسمه سخاء. وان يكون برضه مشهور بالصبر. والا يقترض الا عند الضروره الشرعيه. طب مين بقى زي سيدنا ابو بكر والانصار والمهاجرين دلوقتي في زماننا ده؟ هيهات هيهات. يعني علشان كده كأن النوع ده ضرب من المحال، فهو حاجة نظرية لا عمل من ورائه، بس هو بيبين لك مقام هؤلاء الناس فقط، لكن ما فيش حد زيه خلاص، يتعدد. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعد كده ايه؟ يعني بساء، تجد فيه القليل الحلو والكثير ربنا يعلم بيه. وعلى شكله بيقول: وألا يقترض كمان، لما يبقى من أهل السخاء والصبر على نمط كده قلب أبي بكر والأنصار والمهاجرين، لازم كمان يقترض بضرورة شرعية كمان، مش يقترض كده وخلاص بقى لأي حاجة. ده في ناس دلوقتي بتستلف علشان يجدد الموبايل، عنده المحمول بتاعه موديل قديم عايز يجيب واحد تاتش. والله بتحصل كلام فارغ يعني بيستلف علشان كلام فارغ. عنده عربيه يقوم يستلف علشان يجدد العربيه. طب ما انت عندك عربيه خلاص، لازم تجيب الموديل الاحدث، ما تستلفش. قاعد في شقه يستلف علشان ايه؟ يجددها ويعمل لها سيراميك ويجيب بانيو ويجيب سخان. طب ما انت قاعد كويس، انت لازم يعني تعمل التجديدات وتستلف، ما انت قاعد كده حلو. ما ابوك كان قاعد في ايه يعني؟ وجدك كان قاعد في ايه؟ كانوا عايشين في زرايب. فين؟ يعني عيش عيشة اهلك. بدل ما ايه تستلف يعني.
دي الحقيقة. يعني في ناس دلوقتي في زماننا بيستلف لأقل حاجة للتحسينيات، يعني يستلف من أجل التحسينيات، والتحسينات اللي هي الرفاهية اللي ممكن الإنسان يعيش من غيرها، لكن لا تستلف إلا من أجل ضرورة، والضرورة أشد من الحاجة. فهمت إزاي؟ يعني الحاجة اللي هي لو ما عملتهاش روحك هتطلع هتموت، دي الضرورة. والحاجة اللي انت لو ما عملتهاش هتعيش حياة بس متعبة شوية، والتحسينيات دي حاجة يعني من باب الرياش كده، يعني من باب البغدادة يعني. فهمت بقى؟ فبيقولك ما يستلفش اللي هو عنده سخاء اللي هو مش موجود، واللي عنده صبر وده مش موجود برضه. يعني يبقى عنده سخاء وعنده صبر والضرورة شرعية. فهمت بقى يا أستاذ؟ فناخد بالنا من الحاجات دي. اللي بيقترض عشان يعمل مشروع ده اسمه قرض استثماري، لازم يكون عامل له دراسة جدوى وكيفية سداده وطريقة الربح من السوق، دي مسألة تانية. لو احنا بنتكلم في القرض الاستهلاكي، فهمت؟ انما التاني ده يبقى رجل اعمال ودارس السوق وعارف وهيسدد ازاي وعامل دراسة جدوى وعارف الانتاج ده هيبيعه فين ويصدره فين ويجيبه منين، عارف راسه من رجليه فدارسها. فهمت ازاي؟ وعنده اصول يقدر يسدد منها وهكذا. دي مختلف. في قرض استثماري دي شغلانه ثانيه اللي هو بيشتغل بيه، انما القرض الاستهلاكي بيقترع عشان ياكل، بيقترع عشان يلبس، بيستهلك. فهمت؟ ويكون اقتراضه بقدر ضرورته. يبقى لازم يقترض عند ضروره شرعيه، ويقترض بقدر ايه؟ زوال الضروره، مش يقترض علشان يعني يعيش متنغنغ، لا، ده بقدر زوال الضرورة. يعني جعان ميت من الجوع وبقاله ثلاث فرائض مش لاقي ياكل، او ثلاث ايام اذا كان مقل الصبر يستنى ثلاث ايام، اذا كان صبره قليل يستنى ثلاث فرائض تمر عليه. يعني هو جعان في الفجر يستنى لما يدن عن المغرب، يفضل جعان من الفجر لحد ما يدن عن المغرب، ما لقاش اي وسيله يجيله، يبقى ساعتها يقترض بقدر وجبه، بقدر ما يجيب وجبه وخلاص، مش شرط كمان وجبه يشبع، ان شاء الله يجيب رغيف حاف. يبقى دي لزوال ايه؟ الضروره. والرغيف دلوقتي بكام؟ ممكن يجيب له رغيف بربع جنيه، يبقى يقترض ربع جنيه. ممكن يجيب له رغيف احلى شويه ب50 قرش، يجيب رغيف. لكن مش مهم يجيب رغيف وغموس. فهمت؟ لأن الغموس حاجيات، والرغيف ضروريات، والفاكهة تحسينيات. فهمت بقى إزاي؟ فهو يختلف من أجل إزالة الضرورة بس. فهمت دقة كلام الشارع الشريف؟ ويكون اقتراضه بقدر ضرورته، فهذا جائز بمقتضى ما عللناه آنفا، وقواعد الشرع كلها تدل على هذه الإشارة وتنص عليها. والرابع وهو أن يأخذ السلف على غير ذمة له وليست له تلك الضرورة، وده اللي حرام. النوع الرابع ده بيستلف وملوش ذمة يسدد ومن غير ضرورة. ده بيطلف أموال الناس، ده يبقى ده يستاهل بقى دعوة النبي أتلفه الله. فهمت بقى المسألة؟ وهو أن يأخذ الرابع اللي هو الحرام، وهو أن يأخذ السلف على غير ذمة له وليست له تلك الضرورة الشرعية، ولا يبين عدمه لصاحب المال، وما يقولش كمان لصاحب المال إيه إن هو على الحديدة والحديدة باعها. أنا كتير من الناس كانت تيجي تستلف مني يقول أنا عندي حتة أرض هبيعها، وأول ما أبيعها أسدد، ولا وش الضيق. واخد بالك؟ ولا وتيجي تسال عليه في الاخر ولا عنده ارض، ولو كان عنده ارض عليها مشاكل بين المشاع وما يعرفش يبيعها اصلا، كانها مش موجوده، لانه بينه وبينهم شركاء متشاكسين، بس يعملها لك طعم كده عشان توافق وتديله. وادي وش الضيف، كل دي غش. فهمت بقى؟ غش حرام.
يبقى لازم. ويقول لك النوع ده ولا يبين عظمه لصاحب المال، ما يبينش انه ايه معلوم يعني. فهو الذي يدخل تحت ما تضمنه الحديث من دعائه صلى الله عليه وسلم، لان الضرورة الشرعية كثير من الناس لا يعرفه، كثير من الناس ما يعرفش ايه الضرورة الشرعية. تعرف بقى ان العلاج مش ضرورة شرعية؟ الضرورة الشرعية هو رغيف العيش لانه متيقن النفع للجائع. طب والعلاج مظنون النفع، اروح انا استلف واجيب علاج ويطلع التشخيص غلط وفي الاخر ما استفادش بيه. مظنون النفع العلاج، مش زي الطعام والشراب، الطعام والشراب متيقن النفع، فهمت بقى؟ لكن العلاج مظنون النفع. فيبقى ما فيش حاجة اسمها انا مريض يشحت بقى عشان مريض، لا يشحت لو مريض لانه لا يستطيع التكسب من اجل ان ياكل، انما يتعالج دي مسؤوليه الحكومه انها تعالجه، مسؤوليه الحاكم بان يعالج الضعيف من اموال الدوله، ولا يخليش المريض يروح يستلف عشان يعالج نفسه، لانه ده تضييع لاموال الناس في امر مظنون النفع مش متيقن النفع. وكثير من الناس تروح يعمل علاج ويسافر بره ويعمل ويصرف مئات الالوف وما يستفادش ويفضل المرض فيه زي ما هو. ده اللي بيحصل، فهمت بقى؟ فده ما ينفعش. خد بالك في ناس متصوره ان العلاج ضروره شرعيه، لا ده مش ضروره شرعيه. لماذا؟ لانه غير متيقن النفع. والكلام ده بقوله لك وانا طبيب وعارف، مش بقوله لك وانا شيخ، لا ده انا طبيب وشيخ وعارف الطب بيتعمل فيه ايه، كم من تشخيص خطأ وعلاجات بلا داعي والمريض يروح. وناس كتير تقف على النواصي بروجيت الطبيب يقول لك ده كل دي مش ضرورة شرعية، فهمت ازاي؟ دي مش ضرورة شرعية. وعلى شكرا بيقول لك لأن الضرورة الشرعية كثير من الناس لا يعرفها. وما أعني بالناس هنا إلا الذين ينتسبون إلى العلم لأنهم قعدوا لأنفسهم قواعد نفسانية. الناس اللي هم حتى عنده شميمة من العلم ما يعرفهاش حد، فما بالك الجاهل خالص. لأنهم قعدوا لأنفسهم قواعد نفسانية وجعلوها من ضروراتهم اللازمة شرعا، واستباحوا بها أخذ أموال الناس، وقالوا نحن مضطرون لا حرج علينا، وتعين لنا على الناس حق فما أخذنا هو بعض حقوقنا، وهو مصادر لما نبه عليه البخاري رحمه الله بقوله إلا أن يكون معروفا بالصبر تحرزا من أن يقول هو في نفسي حين تأخذه الحاجة أنا أخذ السلف وأجاهد النفس وأصبر على الضيم حتى أؤدي مال الغير. قيل له على لسان العلم هذا حديث نفس هو وهي خوانة، هو حديث نفس وهي النفس خوانة، فهمت بقى؟ إن كان تقدم لك صبر، لو أنت معروف بقى بالصبر قبل كده ما تقولش أبقى أصبر قدام، إذا كنت أنت مش قادر تصبر على حاجة مش ضرورية دلوقتي. تقول لي ما أنا أستلف أبقى أصبر، طب ما أنت تصبر دلوقتي. فهمت إزاي؟ بتحل على شيء وأنت مش قادر تصبر على حاجة غير ضرورية دلوقتي، وتقول لي بستلف أبقى أصبر. فهمت إزاي؟ ما ينفعش الكلام ده. ده بتضحك على نفسك. والنفس خوانة وأمارة بالسوء وتسول لك. وتسوغ لك. يقول لك انا ما بناخدش حقوقنا، ده بيدونا مرتبات ضعيفه هزيله، ونعمل ايه يعني؟ ويبتدي بقى يجد لنفسه مسوغات ومسوغات، وفي الاخر يعيش في الحرام. وانظر هذه الاشاره حتى يعرفه الغير منه، ولم يقنع ان يكون هو قد عرف الصبر من نفسه فيما تقدم الا حتى يعرفه الناس، ولا يكون صبره من حيث أن يعرفه الناس إلا لكثرته حتى يكون في حكم المقطوع به. يعني مش كمان هو يجرب الصبر في نفسه بنفسه، لا، ده لحد ما يشيع بين قرايبه وجيرانه واللي عايشين معاه إنه راجل صبور كمان، وما تظهرش الحكاية دي إلا مع تكرار التجربة. فهمت بقى المسألة؟ مش يستنى هو اللي يحكم لنفسه ويدي لنفسه وسام الصبر، ولا أنا صبور. لازم هذا الوسام يشهد له اهل عصره اللي هم عايشين معاه كمان، عشان يبقى من اهل الصبر
وتبقى الضرورة شرعية، ضرورة شرعية ويبقى من أهل الصبر. فهمت بقى المسألة؟ وشرط ثاني أن يكون ذلك الصبر الذي يعرف منه، والصبر بتاعه كمان ده المشهود ليه لازم يكون صبر من نوع معين، اللي هو ايه؟ يصبر على حاجته ويؤثر الناس، يعني يكون متجرب، يبقى جعان وفي ايده رغيف، يجي له سائل جعان ولا جار ويروح مديله الرغيف ويقعد هو جعان ومتجربه فيه بقى. فهمت ازاي؟ يبقى كمان صبر مشهود له، وصبر من نوع مخصوص يكون فيه إثارة. كل دي قيود، عشان شفت انت الصحابة كانوا كده يؤثرون على أنفسهم ولا كان بهم خصاصة. شفت انت قصة سيدنا علي اللي قلناها امبارح، ولاده جعانين وبيعيطوا وخرج، استلم دينار، لقى واحد قريبه قال له ده انا ولادي جعانين، اداله الدينار وروح بيته. فاهم؟ وقال عيالي الجوع مش مشكلة، انا هحيلهم وخلاص، وما استحملش جوع اولاد الغريب عنه، فآثره وصبر نفسه. يبقى بقى اللي هم ايه؟ ربنا يبقى واقف معاهم. وشرط ثاني أن يكون ذلك الصبر الذي يعرف منه من شأن الإيثار على نفسه، ومعناه أن يكون ذلك الإيثار من أجل الله كمان، بيعمل الحكاية دي من أجل الله مش من أجل شهرة. ويفضل جانب القرب إلى الله على ضرورته، تحرزا أن يكون صبره لشهوة أو من غير اختياره لعدم الشيء. وقلة الصبر إذ ذاك ما يكون لها فائدة إلا أنها أحسن حالة من غيرها، لا يحكم لصاحبها بالوفاء عند مواقف الرجال، وأنه مع صبره أيضا يعرف بالإثار على نفسه مع الخصاصة ومع الحاجة والضيق. فانظر إلى هذه الشروط، هل يمكن في زمننا هذا وجودها؟ طب ده في زمانه هو الكلام ده، يعني من كام؟ من 800 سنة يا أستاذ. 800 سنة. فانظر إلى هذه الشروط، هل يمكن في زمننا هذا وجودها إلا إن كان نادرا جدا. ثم بعد هذه التقييدات أعطى البخاري المثال فقال: مثل أبي بكر، ولم يقنع أن سماه إلا حتى ذكر تلك الصفة المباركة المشهورة، وهي خروجه عن جميع ما ملك إيثارا لله وللرسول. يعني لما تبقى أنت في ملك أبو بكر في الإيثار والصبر، يبقى استلم بقى عند الضرورة الشرعية وبقدر الضرورة. فاهم؟ فهو بيمثل لك بس. وهي خروج من جميع ما ملك إيثارا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أكد بأن قال: وكذلك آثر، أي الذي كان فيه الإيثار من المهاجرين والأنصار، ولم يقل عن جميعهم إلا عن الذين كانت فيهم تلك الصفة البكرية، اللي هي الصبر مع الإيثار. الصفة البكرية، الصبر مع الإيثار. ويترتب على هذا من الفقه أن المبين للأحكام يجب عليه أن يبين جميع الأحكام، وإن كان فيها ما هو نادر قد لا يمكن وقوعه لندارته من أجل أن يقع فلا يعرف الحكم فيه. فعلى التقسيم الذي قلنا أولا أنه أعني السلف على أربعة أوجه: الثلاثة جائزة والواحد ممنوع على ما بيناه. عرفت الثلاثة جائزة؟ اللي هو يبقى عنده ذمة مالية يقدر يسدد، أو أنه يتفرح أنه لا ذمة له حتى يعطيه على علم فلا يخونه، أو أنه يكون مشهور بالإيثار والصبر ولا يتسلف إلا من أجل ضرورة وإزالة الضرورة. هذه الثلاثة المباحة على أربعة أوجه: الثلاثة جائزة والواحد ممنوع على ما بيناه. أن هذا في موضع التقسيم بحسب الحديث من أجل أن يعرف حكم الله بحسب ما بينه صلى الله عليه وسلم، وأما بحسب أحوالنا اليوم وما يعرف من الأكثر من الناس كما أشرنا إليه، فلا يكون الجائز منها إلا اثنان، والاثنين ممنوعة للواحد لكونه مجمعا على منعه كما ذكرنا، والثاني وهو الذي تقدم ذكره من تعليل فعل أبي بكر، فلا يكون الجائز منها إلا اثنان اللي هم الأولانيين، يعني إن يبقى ليه ذمة مالية أو إنه يصرح خلاص، لأن الرابع ده ممنوع أصلا، والثالث مش هتلاقي واحد زي أبو بكر. فهمت بقى إزاي؟ يبقى هيتبقى لنا من الأربعة إيه؟ هما اتنين بس. فهم؟ أدي كلام يعني الشيخ.
وهو أيضا ممنوع من باب سد الذريعة من أجل أن يقع الناس فيما لا يجوز لهم وهم يظنون أنهم على لسان العلم. فالوجهان الجائزان إما أما من له الذمة كما قدمنا، وأما من يبين حاله على الخلاف الذي ذكرناه. وأما هل هذه حقيقة أو هو كما جاء، يعني دعاء النبي على الحقيقة، أو كما جاء أن دعاءه صلى الله عليه وسلم رحمة وإن كان ظاهره غير ذلك، فالجواب أن كل دعاء منه عليه الصلاة والسلام على طريق الزجري على ألا يفعل فعلا فهو حق. وأما الذي هو خير وإن كان ظاهره خلاف ذلك فذلك كما أخبره هو صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك منه عليه السلام لأمر ما قد وقع. وأما قولنا هل لا يقع الدعاء إلا بالوصين معا وهو أخذ المال والنية، فهذا هو ظاهر الحديث، فإذا كان أحدهما فلا يخلو أن تكون نيته دون عمل، فهذه لا يلزم فيها حكم إلا أنها نية سوء يجب عليه التوبة منها. وإن كان فعلا دون نية، يعني استلف وما كانش عنده النية إنه يضيع أموال الناس، مثاله أن يأخذ السلف ويذهل عن أن يبين الشرط، هذا فيه إشكال من أجل أن المال قد أخذه وهو لا ذمة له ولا يبين لصاحبه حاله. وقال صلى الله عليه وسلم الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، فهذا الحديث يحكم له بأنه مثل من تعمد ذلك. وبنص الحديث الذي نحن بسبيله وقوله يريد إتلافها، فالنية في ذلك مع الأخذ مشروطة، فمن أجل هذا هو مشكل. وما هو مشكل مثل هذا فتركه أولى، لأن الدخول تحت دعاء صلى الله عليه وسلم ليس بالهين. النبي قال أتلفه الله، وإنما بحثنا أن إن وقع وإنما بحثنا إن وقع ثم تاب. هل إجابة الدعوة؟ طب افرض بقى لو عمل الحكاية دي وبعدين تاب، هل التوبة تمنع وقوعه في دعاء النبي لأنه عمل وتاب؟ تمنع وقوعه لو تاب وسدد الدين، فهمت بقى؟ لكن لو تاب وما سددش الدين يبقى لسه ما هو أتلف أموال الناس، فهمت؟ وإنما بحثنا إن وقع ثم تاب، هل إجابة الدعوة بعدما أجيبت تزول أم لا؟ فهنا تقسيم، فلا يخلو أن تكون توبته بعدما رد مال الغير الذي كان قد أتلفه، أو يتوب ولم يرد المال لصاحبه، بل كانت توبته ألا يفعل مثل هذا أبدا. فأما إن كانت توبته بعدما رد المال فيرجى أنه لا يلحق الدعاء، لأن عدم المال لم يقع حقا، لأنه كان ما أتلفش مال الغير، ادهوله خلاص، وأن المال قد رجع لصاحبه، فالضرر الذي كان لحق صاحب المال قد زال عنه. واستبشرنا بكون الله عز وجل قد من عليه برده مال الغير، أنه ما كانت نية سيدنا صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون إتلافا لا جبر بعده، لا يجبر هذا التلف. هذا قوة رجاء في فضل الله وما نعلم من رحمته عليه السلام بأمته. وأما الذي يعترض ويقول أن السبب الذي علق به الدعاء وهو أخذ المال بنية أنه لا يرد ويتلفه، فقد وقع الدعاء والإجابة في دعاء عليه السلام في حكم المقطوع به، فإذا قبلت فلا ترد، فهو أمر محتمل من طريق الخوف والذي قدمناه أولا وهو الأظهر، والله أعلم. والله أعلم، نقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. يعني الخلاصة انك انت ترضى بما قسمه الله لك تكون اغنى الناس، ولا تنظر لما في ايدي الناس فيحبك الناس، هذه الحكاية الخلاصة كده. وما تفضلش تقول طول النهار تمني لك حظنا الهدر زي ايه الجدع اللي بيتريقوا عليه في اللي هو نموذج الانسان الطماع اللي مش راضي بايه بما اقام الله فيه، اللي هي شخصية وهمية ابتدعها مصطفى حسين رسام الكاريكاتير. وهذه الشخصية على فكرة هو مش ابتدعها، هو وجدها في الواقع كثير، فهو بقى ايه رسمها، وكل شوية يشوف اي نعمة في ايد الناس يقول جاتنا نيلة في حظنا لله. يعني فقير في الدين وفقير في الدنيا، فنسأل الله السلامة، اجتمعت عليه مصطفين يعني، نسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.